رجعت عشتنا عندنا رمضان لعبتنا طول عمري دي كده حتتنا واسأل عيلتك كمان وعشان رمضان كده يكمل وما فيش حاجتكم كده أجمل زي حاجات رمضان بتاعتنا رمضان أبقى زمان عندنا ابنك نوستالجيا واسأل كده أنت كرجة من أول كاميرا خفية وبرامج جامدة كمان هتشوف مع الفراخ أجمل نوستالجيا زمان سيداتي آنساتي سادتي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نوستالجيا زمان. النهاردة جاي لكم وكل حيوية. إيش معنى؟ اتهدي اسمك إيه؟ لا هلبسك قضيك. الراجل يا عيني بيدور على شغلانة راح على مكتب الأعمال بعد ما داخ إيش معنى؟ قولوا له الشغلانة جاهزة هتشتغل بخاخ. طالبين بخاخين 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 إيه بالبق ولا بالبخاخة؟ لا بق بق بق. طب هيك انا اقعد ابخ اقعد ابخ كام ساعة؟ الشيفت بتاعك كويس. الشيفت ده حضرتك بقى في بريك او حاجة في النص ولا؟ لا بخ ازاي؟ تمام. انا ما يعني ما ماشي بس انا ما جربت. انا مش بطلب منكم دلوقتي اداء بروفيشنال بس بطلب منكم انه ابقى على الاقل وانا بوديكم ابقى عارف انه رايحين هناك هيعرفوا يبخوا مش هتروحوا لحد هناك وبعد كده يقولوا ما يعرفوش يبخوا اصلا انت جايب لنا بخاخات بايظه يعني. بس بخ افرد بقى افرد بالظبط يا استاذ ده عامل انا كده طمنت عليك بس عشان ما تجيش عليك حس حس زحمه استاذ وائل كل سنه وانتم طيبين وحضرتك رمضان كريم الله احنا كنا بنهزر معاكم والله الكاميرا خفيه اسمح لي السؤال تعالى شوف لحد الان كالعاده الراجل اقتنع وكان هيتسوح ايش معنى كانوا هيشغلوه وما كانش هيعرف يروح حسين الامام فظيع وحضوره ملوش حدود ايش معنى شوف يا اختي جماله وهو مع يوسف داوود أستاذ يوسف أهلا وسهلا قبل لما نسترسل في حديثنا في حاجة أنا عارفها عنك عايز الجمهور يعرفها عنك كمان أنا عارف أنك بتحب تغني الغنى الشرقي الأصيل فقبل أي شيء لازم نسمع حتة صغيرة للناس اللي يجربوها معانا أيوة بس أنا أخشى أن الناس ما يستسواش لا 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 أنا أحب أغني كده حتة صغيرة وأنا معاك أهو يلا يعني أقول إيه بس أقول الورد جميل جميل الورد 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 جميل الورد الورد جميل ولوها أوراق عليها دليل من الأشواق يا سلام يا سلام المكالمات نازلة ترخ اهو في اتصال يا اهلا وسهلا الو يا اهلا وسهلا يا فندم برنامج قالها على الهواء ايوه يا فندم اتعرف على حضرتك انا النبويه الامير ربه منزل يا اهلا يا مدام نبويه احنا بنحب الاستاذ يوسف داوود قوي 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 بصراحه يا استاذ داوود الله يخليكي ما كانش حقك يا اخويا تغني لان الغنى مش شغلتك خصوصا ان صوتك وحش قوي 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 يا مدام نبويه حضرتك عايزه تقولي حاجه تانية يا استاذ يوسف معلش يا استاذ يوسف ما تاخذنيش يعني انت زي اخويا الكبير حضرتك عندك كام سنه يا مدام انا ان شاء الله اكتوبر اللي جاي اكمل 72 سنه متشكرين جدا استاذ يوسف معانا مكالمه تانية تعال ناخد المكالمات لا لا انا ايوه ايوه يا فندم تعرف حضرتك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته برنامج عليه على الهواء ايوه يا فندم انا محمد عاطف منير اهلا وسهلا صديق شخصي للاستاذ يوسف داوود يا اهلا بيك ازيك يا استاذ يوسف اهلا وسهلا ازي حضرتك منور الدنيا كلها والله ازيك يا استاذ محمد عاطف منير ايوه محمد عاطف منير كنت معاك في الفيلم المسرحيه باداره الانتاج اهلا استاذ محمد بس انا دلوقتي سبت المجال الفني ايوه وبقيت رئيس مجلس اداره معارض عاطف منير للاجهزه الكهربائيه ويسعدنا ان نقدم لجمهور المشاهدين خصم 5% على الشراء النقدي والبيع بالتقسيط بدون مقدم مع تسهيلات في السداد على 30 شهر في جميع فروع معارض عاطف منير بالقاهره والمحافظات مع خدمة توصيل مجانا المركز الرئيسي تليفون 677-877 معارض عاطف منير للأميرة والأمير
سيداتي انساتي، فاصل اعلاني ونعود اليكم فورا. شكرا. يا استاذ يوسف، راجل عمل اعلان على حساب البرنامج، دي مصيبه. ايه ده؟ اهلا حسين. استاذ وجيه مكور منتج البرنامج، استاذ يوسف داوود طبعا. اهلا استاذ يوسف. اهلا استاذ وجيه. يا استاذ يوسف ما تقلقش، استاذ وجيه مفيش اشكال خالص، ده اعلان. معلش لا هنتصرف، انت حضرتك فنان كبير وعارف ده اعلان. ايوه يعني بكام يعني؟ يعني 30000 جنيه. ما تقلقش هنتصرف يا استاذ يوسف. هنتصرف. 30000 جنيه ادفعهم للتلفزيون منين؟ هو صاحبه اللي اتكلم والناس في الكنترول سابوه. ثانيه واحده ثانيه واحده. اتفضل حضرتك. دلوقتي اي واحد يتصل بيا في برنامج على الهواء، ما انت حضرتك قلت له اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. انا قلت له اهلا وسهلا على اساس ان هو واحد بيتصل على الهواء. حسين الله يخليك، انا الموضوع ده يتحل. انا حسيتك مع بعض. استاذ يوسف هيقوم بالموضوع، ما تقلقش ما تقلقش خلاص. الله. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. اشمعنى؟ لو كانوا لسه موجودين كنا هناخد الصابونه. قالوا له الضيف ما جاش، ممكن تخش انت مكانه وتنقذ الحلقه دي. اشمعنى؟ هتعمل خبير استراتيجي وانت ملك الحته دي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم ناس من مصر. اهلا بيك. النهارده معانا شخصيه مميزه جدا، هو استاذ ابراهيم الموجي. منورنا. حط ايدك فوق الترابيزه يا استاذ، حط ايدك فوق الترابيزه عشان يبقى شكلك في الكادر احسن. حط ايدك فوق الترابيزه. بس من ده لقدام اكتر. نتكلم عن السيده دي. دي جميله الجميلات. جرب دي جميله الجميلات. ارفع ايدك اليمين فوق شويه بس عشان نشوفك في الكاميرا. ارفع ايدك اليمين فوق خالص. لا فوق فوق بالتوازي مع جسمك جنبك. فوق كانك بتشاور على الصوره. في صوره جنبك يا بيه، في صوره جنبك. ايوه شفت كده؟ هو ده الاحباب. ايوه كده. ارفع ايدك بقى فوق كده، فوق خالص. وشك كمان ناحيه الكاميرا الشمال شويه عشان نظبط الكادر. بس ارفع ايدك الثانيه برده، عامل زي ايدك الاولانيه. لا ارفعها فوق خالص بقى دي. طبعا طبعا بقول لكل الناس المهتمين بالايروبكس، هو لسه طالع من الجاكوسي. عظيم عظيم. نتعرف على القوات الخاصه اللي في الصوره. اللي اقصى اليمين ده، اقصى اليمين اللي واقف ده، ده اللي واقف ده جوهانسن. جوهانتين. واللي على يمينه دي، واللي على يمينه جيفرسون. جيفرتون. واللي بعديها واللي دي برضه جيفرسون. جيفرتون. واللي بعديها جيفرسون. واللي بعديه جيفرتون. واللي بعديها يوهانسن. واللي بعديه هايتون. واللي بعديها جيفرسون. واللي بعديه جيفرتون. واللي بعديها يوهانسن. واللي بعديها هايتون. ويوهانسن. يوهانسن. وهايسون. وهايتون. جيفرسون. جيفرتون. يوهانسن. جيفرسون. جيتون. هايسون. هايسون. جيفرسون. جيفرتون. هايسون. هايسون. جيفرسون. جيفرتون. هايسون. هايسون. جيفرسون. جيفرتون. هايسون. هايسون. جيفرسون. وده ايمن بقى الاخير، واللي في الاخر ده ايمن بقى. سقف نحييهم. نحييهم طبعا. ايمن هو الوحيد اللي مصري هناك، يعني ايمن هو الوحيد اللي مصري هناك. عظيم جدا. كلهم جيفرسونيين وهينسونيين. كلهم جيفرسونيين وهينسونيين. وهينسونيين. معانا اتصال تليفوني. الو. لا لا مش عايزين حاجه. لا مش عايزين حاجه دلوقتي. لا بعد اذنك. لا بعد اذنك. احنا مش عاملين حسابنا على اتصالات. خلي بالك. الو. الو. ربنا يستر. تعرف بحضرتك؟ انا الله رال فلوري. لا لا ارفع 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 وقول له روح يا راجل كده، روح يا راجل كده. ولا انت ايه اللي بتعمليه ده يا استاذه؟ طب اوكي انا جايب لي واحد يهزقني. اليكس فيرجسون هو مسؤول عن كل ده. اديله اديله. اقعد اعمل له كده كل يا عم. روح بقى يا عم. يا عم روح بقى يا عم. روح بقى تاني اقعد اديله يا عم بقى يا عم. بديك الاثنين بقى. روح بقى بديك الاثنين بقى. بديك الاثنين. كل ما يقول كلمه اديهم له كده. قول روح بقى. روح 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 روح. مره بالشمال بقى كمان. مره بالشمال دي ورا بعض. مش اي حاجه يقولها. الكلك تديله بوكس. تديله بوكس. تديله بوكس على الهوا كده. هو عشان كده بقول له يا عم يقول بانش. محترم وبيرد اهو. هو بيرد عليه. ده نرفزنا الراجل ده يا جدعان. لا لا ادي بوكس. بوكس في الهوا. نرفزنا الراجل ده. لا وانت كمان ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وايه اللي انت كمان بتعمليه ده؟ على فكره انا مع حضرتك جدا في الراي بتاعك. قول له على الطلاق للبك. على الطلاق للبك. مش ممكن جمال الشعب ده رهيب. اشمعنى؟ يخش في اي حاجه واستحاله عنك يغيب. نخش على الكبير واعلاناته الخطيره. اشمعنى؟ شوف يا علا غانم وهي لسه متفيره. ده ليز. ممكن واحده واحده بس. بطاطس ليز من يوم ما عرفتوها ذهبية ومقرمشة، والنهاردة بتقدم ليز الجديد بطعم الكاتشب. بالكاتشب؟ استني واحدة كمان.
ليز الطعم حكاية، واحدة مش كفاية. اضرب كمان يا ملك الإعلانات. إيش معنى؟ أنت وبس اللي لوحدك ومسيطر من التمانينات. نشكركم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، ليلتكم حلوة وجميلة وزي الفل. إيش معنى؟ وبكرة هغني ليكي يا حلو صبح يا حلو طلقة. هتشوف مع الفراخ أجمد نوستالجيا زمان.